احتفل المجلس الأعلى للثقافة بمرور 100 عام على رحيل المطرب الصوفي يوسف المنيلاوي. ومن أهم القصائد الدينية التي غناها سلطان العاشقين، ومن أشهر أغانيه جددي يا نفس حظك. احنا النهاردة بنحتفل بمئوية الشيخ يوسف المنيلاوي. الشيخ يوسف المنيلاوي ولد تقريبا عام 1847 وتوفي عام 1911، بيمر 100 عام على وفاته. الشيخ يوسف المنيلاوي هو أحد رواد وأقطاب عصر النهضة الموسيقية في أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20، ومن أوائل الموسيقيين المصريين اللي سجلوا على أسطوانات قديمة. يمكن تاريخ التسجيلات يرجع ل 1905، واستمر في التسجيل الفترة ما بين 1905 لحد 1910 تقريبا، وترك مجموعة من الأعمال المهمة جدا. الاحتفالية المبادرة جت من مؤسسة التوثيق بالاشتراك مع وزارة الثقافة، كانت مبادرة رائعة جدا. مصطفى سعيد بيشتغل على المشروع ده بقاله فترة طويلة، وإحنا ساهمنا بقدر استطاعتنا بكل المعلومات عن الشيخ يوسف المنيلاوي، وأتمنى أنها تكون بكورة أعمال جيدة وتعاون مستقبلي مثمر ما بين وزارة الثقافة المصرية وما بين مؤسسة التوثيق اللبنانية، لأنه في النهاية المتلقي العربي سواء في مصر أو في الشرق الأوسط عموما هو المستفيد. هذا شانس كان عنا أنه يكون بالأرشيف بتاعنا كل هذه الأعمال، وقررنا أنه نبتدئ عمل نشر الموسيقى الكلاسيكية العربية بالشيخ يوسف المنيلاوي، على أساس هو من أوائل المطربين الكبار يلي سجلوا لشركات الأسطوانات. وفي 6 يونيو عام 1911 رحل الفنان المطرب والملحن الشيخ يوسف خفاجة المنيلاوي بعد أن ترك تراثا موسيقيا جديرا بالاحتفاء به.